ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف حالك يا شيخ محمد؟ That's me, Tashir Mahmood, and this is your plan of this month, inshallah. In the beginning, we will go revision again from the beginning. I think we stopped in Surah Al-Mutaffifin. So we will do again the revision, the big revision. Maybe we can practice some ayahs from Surah Al-Talaq. Let me read them for you. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وكأي من قرية عتت عن أمر ربها ورسله فحاسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذابا نكرا فذاقت وبال أمرها وكان عاقبة أمرها خسرا أعد الله لهم عذابا شديدا فاتقوا الله يا أولي الألباب الذين آمنوا قد أنزل الله إليكم ذكرا رسولا يتلو عليكم آيات الله مبينات ليخرج الذين آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات إلى النور ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا قد أحسن الله له رزقا الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. يا شيخ محمد, I want you to practice well and improve inshallah in memorization to finish this surah in this month with the Eurovision. That's all, thanks. See you inshallah next time, my friend. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. محمد رسول الله.